الإنسان إنه يحلم ويسعى بكل قوته لتحقيق حلمه العظيم، وضل حصل تحديداً خلال إنشاء المتحف المصري الكبير اللي تم افتتاحه أمام الجمهور عشان يستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها. الحكاية كانت مجرد فكرة في فترة التسعينات، وبمجهود من الدولة المصرية مع منظمة اليونسكو تم وضع حجر الأساس للمشروع في عام 2022، ثم بدأت ملحمة لتشييد أكبر متحف متخصص لحضارة واحدة في العالم على مساحة بتزيد عن 300 ألف متر مربع. ونجحت شركة هندسية معمارية في أيرلندا في وضع التصميم المبهر للمتحف، وبدأ المتخصصين في إجراءات البناء خلال مايو 2005، ثم تمت الخطوة المهمة بإنشاء أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط. وخلال السنين اللي فاتت كان في مجهود واسع داخل جدار المتحف المصري الكبير، وعمليات نقل للقطع الأثرية المميزة من مختلف الأماكن والعمل على حفظها وتأهيلها وترميم بعضها. وبالفعل تم إنجاز المتحف بالكامل، بداية من المنطقة المفتوحة اللي بتضم المسلة المعلقة، ثم البهو العظيم اللي بنشوف فيه تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر وتمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي، وطبعاً قاعات العرض المتحفي ومن أبرزها قاعة توت عنخ أمون والدرج العظيم وقاعة العرض التفاعلي ومتحف مراكب خوفو، واللي هتكون متاحة بشكل أكبر للجمهور مع الافتتاح الرسمي للمتحف.